السلام عليكم. النهاردة هنكمل سلسلة حلقات الدوكر وهنبدأ بتوبك جديد هو More Than One Container App، يعني لو الابليكيشن بتاعنا مكون من أكتر من كونتينر. في المرات اللي فاتت احنا تعلمنا فهمنا الدوكر وفهمنا الكونتينرايزيشن، فهمنا الفيرتشواليزيشن، الشورت ليفد كونتينر، اللونج ليفد كونتينر. النهارده هنتكلم على مور ذان 1 كونتينر اب. هنبدا بسيمبل يوز كيس جدا. ايه السيمبل يوز كيس؟ عندنا ماي سيكول سيرفر. ماي سيكول سيرفر احنا محتاجين نكونكت عليه، هيبقى عندنا ماي سيكول كلاينت. ماي سيكول سيرفر هيبقى موجود على كونتينر، والماي سيكول كلاينت هيبقى موجود على كونتينر تاني، والماي سيكول كلاينت هيكونكت على الماي سيكول سيرفر. لو حبينا نطبق بالمعلومات اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهين اللي فاتوا او في الفيديوهات اللي فاتت هنطبق ازاي؟ هنرن الماي سيكول سيرفر از لونج ليفد كونتينر، وهنرن الماي سيكول كلاينت از شورت ليفد كونتينر، وهنكونكت الماي سيكول كلاينت بالماي سيكول سيرفر عن طريق البريدج نتوركينج اللي احنا شرحناه في الحلقه اللي فاتت، عن طريق او من خلال اكسبوزنج البورت بتاع الماي سيكول للفيزيكال نتورك. طيب هل الطريقه هي الايديال؟ لا، الطريقه مش هي الايديال. احنا هنستخدمها وهنعرض عيوبها وهنعرض السولوشن بتاع المشكله ديت، وهنتعرف على حاجه جديده وهي اليوزر ديفايند نتوركينج. يلا بينا. هنبدا اول حاجه بان احنا نرن الدوكر، نستخدم دوكر ران كوماند ونرن الماي سيكول. الكونتينر ماي سيكول هياخد حاجه جديده احنا ما شرحناهاش قبل كده، اللي هي ايه؟ اللي هي الانفايرمنت فاريبل. ازاي نباس انفايرمنت فاريبل من الكوماند لاين للكونتينر؟ عن طريق استخدام حاجه اسمها داش اي. داش اي اختصار كلمه انفايرمنت، ودوت بيقول الكونتينر او بيقول للدوكر انجن باس الكونتينر باس الانفايرمنت فاريبل دوت من الكوماند لاين الى الكونتينر. طيب احنا عملنا داش اي، هنحط ايه؟ هنحط الانفايرمنت فاريبل نيم، تمام، و هنحط الفاليو بتاعته. هو واضح ان الانفايرمنت فاريبل اسمه ماي سيكول روت باسورد، احنا بنعرف الماي سيكول روت باسورد. هنستخدم باسورد سكيور زي ما انتم شايفين، وهنرن ديتاتشد، تمام، وهنرن ومنطقي ديتاتشد لان احنا زي ما اتفقنا ده لونج ليفد كونتينر، وهنستخدم تاج. فاكرين احنا قلنا لو احنا ما عملناش يعني لو ما حطيناش اكسبليسيتلي تاج هياخد الليتست، لكن احنا هنا عاوزين نستخدم ماي سيكول سيرفر 5.7. طيب هنا ممكن في سؤال يجي في ذهننا، السؤال كالاتي: هو ايه الانفايرمنت فاريبل ده؟ انا عرفت منين ان الكونتينر دوت بياخد او محتاج الانفايرمنت فاريبل ده؟ هنفتح البراوزر ونخش على الدوكر هاب. انا هسيرش عليه، هو hub.docker.com بس انا سيرش عليه في جوجل، تمام. وبعد ما افتح الدوكر هاب هيجي لي زي سيرش في الدوكر ايمجز الموجوده، هسيرش على ماي سيكول، تمام، هلاقي الاوفيشال ماي سيكول ايمج هفتحها، وهيقول لي هنا لو عاوز ابول الايمج دي لوكالي هستخدم الكوماند ده. لو دوست هنا هعمل كوبي واحطه في التيرمينال. هنا التاجز اللي موجوده احنا قلنا ليه في ليتست في 5.7 اللي احنا استخدمناها. واخيرا اخيرا هنا بيشرح ازاي تستارت ماي سيكول سيرفر انستنت، وهو هنا قايل لي ان انا محتاج اباس الانفايرمنت فاريبل دوت اللي هو ماي سيكول روت باسورد، واديله الباسورد بتاعتي. لو انا عملت سكرول تحت هلاقي المفروض مجموعه الانفايرمنت فاريبلز اللي انا اقدر اديها للكونتينر ده، زي الروت باسورد، الديفولت داتابيز، لو انا عاوز اكريت كاستم يوزر وباسورد، هل اسمح ان يكون في امتي باسورد ولا لا، جنريت راندوم باسورد ولا لا. الانفورميشن دي مش حاجه ليها علاقه بالدوكر، ده ليها علاقه بالماي سيكول سيرفر ذات نفسه. فكل ايمج ممكن يكون ليها مجموعه انفايرمنت فاريبلز، عشان تتعرف عليهم خش على الدوكر هاب، شوف الايمج سواء اوفيشال او نون اوفيشال، وشوف هي بتاخد بارامترز ايه عشان تشتغل. نرجع تاني لمرجعنا.
طيب احنا دلوقتي رنينا ايه؟ رنينا ماي سيكوال سيرفر. طيب ال ماي سيكوال سيرفر هنا لو تلاحظوا هو في بورت 3306، بس احنا ما عملناش بابليش للبورت ده، يعني احنا ما عملناش اكسبوز للبورت دوت للفيزيكال نتورك، بالتالي البورت ده مش اكسسبل من الفيزيكال نتورك. يعني لو جربنا مثلا تيل نت كوماند وعملنا لوكال هوست 3306 هيقول لك ايه؟ connection refused unable to connect to remote host، وده منطقي لان احنا ما عملناش اكسبوز او بابلش للبورت ده. طيب تعال ناخد المرحله الثانيه. ماذا لو جربنا دلوقتي نرن الكونتينر الماي سيكوال كلاينت ونحاول نكونكت على الكونتينر دوت؟ طبعا العمليه هتفشل. هتفشل ليه؟ بكل بساطه الكونتينر ده بيرن في ايزوليشن ومنعزل، ولا البورت بتاعه بابلش ديلي الفيزيكال نتورك ولا بابلش ديلي الكونتينرز التانية. فتعال نجرب عشان نفهم كل حاجة بالتفصيل. هنعمل هنا نيم، مش لازم نعمل نيم، خلينا ده نعمله دبل داش ار ام خلاص. يعني امسحوا، فاكرين ده دبل داش ار ام يعني امسح الكونتينر وانس ان هو يستوب، وهعمله في الانتراكتيف مود. فداش اي داش تي داش اي انتراكتيف مود داش تي عشان يبقى عندنا تي تي واي تيرمينال. وانا عاوز الكونتينر الكونتينر اللي اسمه ماي سيكوال اللي هو بيريبريزنت الماي سيكوال سيرفر، وهدي له تاج سوري اسف اه صح ماي سيكوال سيرفر، وهدي له تاج 5.7. بس هحدد الكوماند، افتكروا ده شورت ليفد كونتينر، انا عاوز الماي سيكوال كوماند. طيب الماي سيكوال كوماند ده هيرن ايه؟ هيرن الماي سيكوال كلاينت اللي جوه الكونتينر ده في الانتراكتيف مود، وهي اوفررايد الديفولت اكسكيوتابل اللي هو الماي سيكوال سيرفر، فبالتالي الكونتينر ده مش هيبقى اكسكيوتابل سيرفر وهيبقى عباره عن ماي سيكوال كلاينت. الماي سيكوال كلاينت بياخد ثلاث بارامترز عشان يشتغل. البارامتر الاول داش اتش اللي هو بيريبريزنت الهوست. طيب الهوست بتاع الكونتينر ده ايه؟ اللي هو الماي سيكوال سيرفر اللي احنا رنيناه، احنا رنيناه بداش دبل داش نيم ماي سيكوال، يبقى المفروض الهوست احط هنا ماي سيكوال. تمام حلو جدا. تاني حاجه هحط اليوزر نيم، احنا هنا استخدمنا الروت يوزر فهحط روت. داش بي اللي هو الباسورد، ادي دوت البارامتر الثالث، واحنا هنا اخترنا الباسورد السكيور بتاعتنا ناخدها نحطها هنا. طيب احنا اتفقنا ان ده هيفيل، فتعال نكونكت ونشوف ايه اللي هيحصل. بكل بساطه قال لك هو طلع هنا تو وورنينج وايرور، الايرور انون ماي سيكوال سيرفر هوست ماي سيكوال، يعني من الاخر ما لقاش الماي سيكوال سيرفر عشان يكونكت عليه لانه مش عارف يريسولف الهوست نيم. تمام طيب ايه الورنينج الاول؟ ان انا استخدمت الباسورد على طول في التيرمينال، وطبعا بما انها سكيور فما فرقتش معانا. طيب تعالى نستوب الماي سيكوال سيرفر اللي احنا شغلناه ونمسحه دوكر ار ام. تمام ماي سيكوال ونريرن الدوكر ماي سيكوال سيرفر، بس المره دي هنعمل بابلش للبورت 3306 اللي هو البورت دوت بتاع الماي سيكول، هنببلشه للهوست للفيزيكال نتورك عشان نقدر نكونكت عليه بالكلاينت. تمام تعالى نعمل دوكر بي اس داش اي دلوقتي. تمام دلوقتي اتاكدنا ان البورت ده ببلشد. تعالى دلوقتي نرن ال سوري اسف دوكر رن، نرن الكلاينت هو مفيش اي حاجة غيرها الا الهوست نيم. طيب انا هنا هغير الهوست نيم لايه؟ ده سؤال حلو. احنا عملنا بابلش للبورت اللي موجود جوه الكونتينر للهوست نتورك او للفيزيكال نتورك بتاعتي اللي على الماشين دي، يبقى انا محتاج احط هنا الماشين نيم بتاعتي اللي هي زي اللوكال هوست الماشين نيم بتاعتي. طيب انا عاوز اعرف الماشين نيم الهوست نيم بتاعي. في كوماند في اللينكس اسمه هوست نيم بيبرنت الهوست نيم بتاعك. طيب انا يا اما انا اكسكيوت الهوست نيم دوت في الكوماند لاين واكوبي الهوست نيم واحطه هنا اهوت، يا اما استخدم الباك تيكس واكتب هوست نيم. ايه الباك تيكس دي؟ في عالم الشيل الباك تيكس ديت معناها اكسكيوت الكوماند اللي ما بين الباك تيكس دي والريزلت بتاعته حطه هنا
من غير ما تغيرها في الداش اتش، تمام؟ فهو هيرن الهوست نيم كوماند، هيتريسولف لي الماشين نيم، الهوست نيم بتاع الماشين، وهيحطه هنا. فبالتالي الماي سيكوال كونتينر يقدر يكونكت على الهوست ماشين او الفيزيكال نتورك بتاعتنا، ومنها يكونكت يستخدم الببلش بورد ويكونكت على الكونتينر الماي سيكوال سيرفر. تعال نجرب. اشتغل نفس الورنينج بتاع الباسورد في التيرمينال، واشتغل الماي سيكوال كلاينت وعرف يكونكت على الماي سيكوال سيرفر. تعالى نكتب مثلا select one from dual. اشتغل. طيب يبقى احنا تقريبا او احنا خدنا كل الحاجات اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت عدناها تاني، بس عدنا تو كونتينرز بيكونكتوا على بعض. ده الجديد اللي احنا ما خدناهوش المرة اللي فاتت، وبرضو خدنا اتعرفنا على حاجة جديدة، وهي ان احنا نستخدمنا نباس الانفيرومنت فاريبل من الكوماند الى الكونتينر اللي احنا شغالين عليه. جميل جدا. طيب السولوشن ده اللي احنا عرضناه ايه مشاكله؟ بكل بساطة احنا كسرنا الايزوليشن اللي هو ميزة من مميزات الدوكر والكونتينرايزيشن بصفة عامة. ليه كسرنا الايزوليشن؟ لان احنا عملنا اكسبوز للماي سيكوال سيرفر للعالم الخارجي عن طريق ببلشنج البورت بتاعه اللي هو 3306، وعملنا اكسبوز للبورت ده للعالم الخارجي. فبالتالي الكونتينر ده ما بقاش ايزوليتد، الكونتينر ده بقى اكسبوز اي حد يقدر يستخدمه. طيب هنوفركم المشكلة دي ازاي؟ او ازاي هنحاول نحل المشكلة دي؟ ازاي نرجع على البورت ده الايزوليشن بتاعه؟ تمام. قبل ما نجاوب على السؤال ده برضو هنضيف حاجة، مشكلة تانية احنا عملناها. عارفين ايه المشكلة دي؟ الهوست نيم، الدي ان اس، الدومين نيم سيرفيس. ازاي نريسولف الدومين نيم بتاع الكونتينر التاني؟ يعني احنا دلوقتي عندنا الكلاينت كونتينر اللي هو ماي سيكول كلاينت والماي سيكول سيرفر، وعاوزين الماي سيكول سيرفر سوري كلاينت يشوف السيرفر عن طريق الاسم بتاعه، عن طريق الهوست نيم. تمام. ده المفروض الهوست نيم يتريسولف الاي بي عن طريق دومين نيم سيرفيس. برضو دي مش عندنا، لان احنا استخدمنا الديفولت بريدج نتوركينج بتاع الدوكر، وفي البريدج نتوركينج كل كونتينر عنده بريدج نتوركينج زي ما تعرفنا عليها في الرسمه اللي فاتت، وهنشوفها كمان شويه بالتفصيل لما نكرييت النتورك بتاعتنا. تمام. طيب الحل للمشكله دي زي ما انا قلت من لحظه، هنكرييت النتورك بتاعتنا، وبالتالي هنبدأ نتعرف على حاجة جديدة اسمها User Defined Network. وهنبدأ بان احنا اول خطوة ان احنا نكرييت النتورك بتاعتنا، او نبدأ نستخدم الدوكر نتوركينج كوماندز. طيب تعالى نستوب الكونتينرز اللي عندنا ونمسحهم. احنا عندنا دلوقتي واحد بس لان التاني اتمسح اوتوماتيك، فهنستوب المايسيكول سيرفر ونعمل له دوكر RM MySQL. تمام. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنستخدم الكوماند الاولاني اللي احنا رنينا بيه الماي سيكوال سيرفر، عشان نرن الماي سيكوال سيرفر من غير ما نعمل ببلش للبورت على البريدج نتوركينج الخاص بيه الديفولت بتاع الدوكر، وبعدين هنبدا بان احنا نكريت النتورك بتاعتنا. فهنعمل ايه؟ هنعمل دوكر رن دبل داش نيم، اهو الكوماند كله موجود زي ما هو، بس هنشيل منه الببلش بورت وهنرن الكوماند ده ونتاكد ان احنا عندنا كل حاجه مظبوطه. طيب هنبدا بقى نتعرف على ايه؟ هنبدا نتعرف على دوكر نتورك كوماند. الدوكر نتورك كوماند بيخليك تعمل ايه؟ بيخليك تكرييت نتورك او تانسبكت نتورك او تليست النتوركس اللي موجودة عندك في السيستم، او تمسح نتورك موجود اوريدي عندك في السيستم. تمام. فتعال نبدأ بان احنا نعمل ls اللي هو ليست النتوركس اللي موجودة عندي في السيستم. تمام. هلاقي ان انا عندي ايه؟ عندي بريدج نتورك، تمام، عندي هوست نتورك، تمام، عندي نان نتورك. البريدج نتورك احنا شرحناها المرة اللي فاتت اتعرضنا لها النهاردة في بدايه الحلقه. تمام. الهوست والنان مش هنتعرض لها دلوقتي، ولكن هنشرحها بالتفصيل في الحلقات الجايه
فما تقلقوش ممكن نتجاهلها دلوقتي. و دبليو بي نتورك دي نتورك كانت عندي، تعال نمسحها ونعيد ونعيد صناعتها تاني او نصنعها من الاول. فهنستخدم دوكر نتورك ار ام، تمام، وهنكتب اسم النتورك دي وندوس ار ام. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نليست النتوركس اللي موجوده عندنا وازاي نمسح نتورك موجوده عندنا. تعال نعمل دوكر نتورك ال اس تاني، هنلاقي ان النتورك اتمسحت. طيب تعال نبدا بان احنا نكرييت نتورك جديده. هنستخدم دوكر نتورك كرييت وهنحط نتورك نيم. انا هحط الدبليو بي نتورك وهشرح لكم الدبليو ده. انت ممكن هنا تحط اي اسم، يعني لو عاوز تحط اي اسم تحط اي اسم. طيب بس لازم طبعا تحط اسم مينينجفول شويه. طب دبليو بي دي اختصار ايه؟ اختصار كلمه وورد بريس، وده اللي انا عاوز اعمله دلوقتي. انا عاوز اقوم ماي سيكوال سيرفر وهقوم اباتشي ويب سيرفر زي اللي احنا قومناه في الحلقه اللي فاتت اللي هو اللونج ليفد برضو، والماي سيكوال سيرفر لونج ليفد، والاباتشي ويب سيرفر هيبقى جواه وورد بريس. وورد بريس دوت ريتش كونتنت مانجمنت، بيستخدموه الناس از بلوج وبيستخدموه في حاجات كتير، بيكستند الفانكشناليتي بتاعته لحاجات كتير جدا. ممكن بيستخدموه كونتنت مانجمنت سيستم وحاجات كتير، تمام. على العموم احنا ده جاست فور ديمونستريشن ان احنا يكون عندنا وان ابلكيشن فيه اكتر من كونتينر اللي هو ويب سيرفر وماي سيكوال سيرفر. فاحنا دلوقتي عملنا كرييت للنتورك، تعال نعمل دوكر نتورك ال اس عشان انسبكت نلاقي النتورك طلعت تمام. طيب احنا عاوزين نعمل ايه دلوقتي؟ فاكرين الكونتينر اللي احنا قومناه الماي سيكوال كونتينر؟ احنا عاوزين نضيف الماي سيكوال كونتينر دوت للنتورك اللي احنا كريتناها من شويه. هنستخدم كوماند دي دوكر نتورك، دوكر نتورك كونكت. كونكت بياخد تو ارجيومنتس. الارجيومنت الاول النتورك نيم، احنا عندنا النتورك نيم اسمها دبليو بي نتورك. الارجيومنت الثاني الكونتينر نيم اللي هو في الكيس بتاعتنا احنا مسمينه ماي سيكوال، هندوس انتر. طيب احنا كده عملنا بكل بساطه كونكت الماي سيكوال كونتينر للوورد بريس نتورك. طب عاوزين نتاكد ان فعلا الوورد بريس سوري انا اسف الماي سيكوال كونتينر بقى جوه الوورد وورد بريس نتورك. هستخدم كوماند دوكر نتورك انسبكت واحط النتورك نيم اللي هي في الكيس بتاعتي وورد بريس نتورك. هيطلع لي جيسون فايل جميل لطيف في اسم النتورك، الاي دي بتاعها كريتد امتى، السكوب بتاعها ايه، هي لوكال، الدرايفر ايه، هي بريدج، تمام. وادي السب نت بتاعها وادي الجيت واي بتاعتها. وهنلاقي تحت في حاجه اسمها كونتينرز، ودي الكونتينرز اللي هي اتاتشد او موجوده جوه النتورك ده عندنا الماي سيكوال كونتينر. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده هيجي في ذهننا سؤال، هو انا عشان اخلي النتورك الكونتينر اتاتشد للنتورك دي لازم في الاول اكرييت الكونتينر وبعدين اتاتش للنتورك؟ لا، احنا ممكن من الكوماند لاين من دوكر ران نستارت كونتينر جوه النتورك ده، وده اللي هنعمله في الشورت ليفد كونتينر بتاع الماي سيكوال كلاينت دلوقتي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل دوكر ران، تمام، دبل داش ار ام، عندنا نفس الكوماند اللي فات زي ما هو هنستخدمه. هنبدل بقى الهوست نيم بايه؟ بماي سيكوال. ليه؟ لان دوت النيم بتاع الكونتينر اللي جوه النتورك اللي احنا عاوزين نناديه، تمام. طيب هل احنا كده نقدر نشتغل؟ لا، ناقصنا كوماند واحد او ارجيومنت واحد اللي هو دبل داش نتورك. دبل داش نتورك بيقول الرن، بيقول للدوكر يعني كلاينت رن الكونتينر دوت على النتورك دي. طب الكونتينر نيم بتاعتنا ايه؟ wb-network. يبقى احنا كده هنرن الكونتينر اللي هو ماي سيكوال 5.7 على الـ wb network،
واوفررايد الانتري بوينت وافتح لنا الماي سيكوال وادي له الهوست ماي سيكوال وادي له الروت باسورد روت يوزر والروت باسورد. تعال نجرب. اشتغلت. تعال سيلكت وان فروم ديوال دون. يبقى احنا بكده ما كسرناش الايزوليشن بتاع الكونتينر، والكونتينر الماي سيكوال سيرفر بقى شغال جوه الدوكر انجن ايزوليتد، محدش يقدر يخش عليه غير الناس اللي جوه او غير الكونتينرز اللي معاه في نفس النتورك. طيب تعالى نعمل حركه دلوقتي ان احنا نبدا نفصص بالرسومات ايه اللي حصل هنا هوت وايه السيكونس اللي حصل. تمام تعالى نروح هنا. احنا شرحنا الانفايرومنت ازاي نباس انفايرومنت فاريبل ليست، تمام، واتكلمنا ان احنا هنستخدم الووردبريس از ريتش كونتنت مانجمنت سيستم في الخطوه الجايه. احنا يهمنا اللي احنا عملناه دلوقتي اليوزر ديفايند بريدج نتوركينج. تمام اليوزر ديفايند بريدج هو عباره عن بريدج نتوركينج عادي بيكونكت تو كونتينرز او اكتر whatever عدد ان كونتينرز مع بعض، البريدج نتوركينج بتاع كل كونتينر مع بعض في نتورك واحده او في سب نت واحد. تمام فهنا الاوبريتنج سيستم هو عندنا الفيزيكال نتورك، الفيزيكال فوق الفيزيكال نتورك او مع الفيزيكال نتورك جوه الاوبريتنج سيستم في الدوكر انجن، وعندنا هنا التو كونتينرز، الكونتينر الاول اللي هيكون الماي سيكوال سيرفر والكونتينر الثاني اللي هيكون الماي سيكوال كلاينت. كل واحد كان قايم على its own bridge network. تمام كل واحد عنده IP مختلف تماما، ولكن احنا عملنا جمعنا التو كونتينر bridge networking مع بعض في user defined network. تمام تعالوا دلوقتي نرجع للترمينال بتاعنا او لنرجع للدوكر هاب ونسيرش على الووردبريس ونفهم احنا عاوزين نشغل الووردبريس ازاي مع الماي سيكول سيرفر. هرجع تاني هنا للدوكر هاب وهسيرش على ووردبريس، هلاقي الووردبريس اوفيشال ايمج، هفتحها هلاقي فيه تاجز كتير، انا ما عنديش مشكله ممكن ابيك الليتست. تمام بس انا يهمني الكوماند اللي انا هستارت بيه، الكوماند اللي انا هستارت بيه دوكر ران، وهسميه هدي اسم للووردبريس وهكونكته على نتورك، احنا اوريدي اتعرفنا على دي، وهشغله دي تاتشد، وده منطقي لان هو لونج ليفد كونتينر ودوت اسم الكونتينر ايمج. تمام وهباس بعض الانفايرمنت فاريبلز، انا يهمني اول خمسه انفايرمنت فاريبل، الدي بي هوست الهوست بتاع الداتابيز اللي احنا اوريدي عارفين ان هو ماي سيكوال، اليوزر روت، الباسورد السكيورد باسورد بتاعتنا، الداتابيز نيم دي اي حاجه اي داتابيز نيم انا تعجبني هي هكونكتها. تمام تعالى نروح للترمينال نعمل دوكر بي اس داش اي. عظيم جدا عندنا كونتينر واحد الماي سيكوال سيرفر اب اند راننج بقاله 10 مينتس. تعالوا نعمل دوكر run double dash name wordpress. طيب انا اختصارا للوقت انا هريوز الكوماند اللي اوريدي موجود، بس تعال نشرحه كله بالتفصيل. دوكر ران عارفينها دبل داش نيم يبقى هنسميه ووردبريس، دبل داش نتورك يعني هنكونكته على نتورك اللي هو الووردبريس نتورك بتاعتنا، داش بي 8088. طيب هتسالوني دلوقتي سؤال، انا ليه هاكسبوز البورت او هببلش البورت بتاع الووردبريس للعالم الخارجي واكسبوزه؟ ده منطقي لان دوت اباتشي ويب سيرفر، يعني المفروض يسيرف ريكويستات جايه من العالم الخارجي، المفروض ما يكونش ايزوليتد، هو المفروض يكون ايزوليتد بس عنده بورت واحد اكسبوزد او ببلشد للعالم الخارجي عشان نقدر نكونكت عليه، وده هيكون بورت من احنا ممكن نخليه 80 او 8080 احنا حرين، بس انا عندي حاجه شغاله على بورت 80 فانا هستخدم بورت 8080 دلوقتي وبس. يبقى انا هاكسبوز بورت واحد عشان اخش منه من العالم الخارجي الى الويب الى الووردبريس، والووردبريس ده هو هيكونكت على الماي سيكوال سيرفر عن طريق الووردبريس نتورك اللي احنا كريتناه هنا هوت
والداتابيز هتفضل ايزوليتد وهتفضل مش اكسبوزد للعالم الخارجي. تمام. الانفايرمنت فاريبلز اللي احنا اتكلمنا عليها الدي بي هوست قلنا ماي سيكوال لان هو موجود هنا اهوت، لو رجعنا شويه موجود هنا في جوه الكونتينر نتورك باسم ماي سيكوال، والداتابيز نيم نحط اي اسم انا سميتها دي بي، اليوزر روت، الباسورد هو هو، مرنينا دي تاتشد مود، والكونتينر اسمه سوري للاسف الايمج اسمها ووردبريس. اشتغل. تعالى نعمل حاجتين دلوقتي نفريفاي بيها ان احنا شغالين صح. اول حاجه دوكر بي اس داش اي، هنلاقي ان الاباتشي ويب سيرفر اب اند رانينج وعامل بابلش لبورت 8080 اكسبوزد للعالم الخارجي، ودوكر نتورك انسبكت ووردبريس نتورك. هنكتشف ان دلوقتي عندنا تو كونتينرز، كونتينر الاول واخد اي بي 172.18.02 والتاني 172.18.03، وده اسمه ماي سيكوال وده اسمه ووردبريس. تعالوا نعمل دوكر لوجز داش فولو الووردبريس. احنا عندنا تو كونتينرز دلوقتي، تعال نختار الووردبريس، ده اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت. تعالى نيجي هنا اهوت، نفتح نيو تاب، نفتح لوكال هوست 8080، وهنكتشف ان الووردبريس بتاعنا اباند رانينج. تمام. تعالى نحاول نسقط الشكل ده برضو عشان ايه يبقى عندنا تصور وتخيل. تعالى نرجع تاني نعمل دوكر بي اس داش اي ونشوف ان احنا عندنا هنا في بورت بابلشد، هنا بورت مش بابلشد، والاتنين بيكونكتوا على بعض. تعالى نصور ده في الايمج اللي موجوده عندنا هنا. بكل بساطه احنا هنا مستخدمين اي بيز سيمبل شويه عشان نعرف نتعامل معاها، لكن تخيل ان الكونتينر الاول دوت هو الورد بريس، وتخيل ان الكونتينر التاني ده هو الماي سيكوال. بكل بساطه احنا عملنا بابلش للنتورك بتاعت الورد بريس البريدج نتورك من بورت 80، عملنا بابلش لبورت 80 وصلناه بالفيزيكال نتورك ببورت 8080. تمام. وهنا هو البريدج نتوركينج عنده بورت 3306، ما عملنا لهاش بابلش ولا اكسبوز ولا اي حاجه. فلما انا ضربت عملت اللوكال هوست هنا اهوت، تمام، وعملت هيت للسيرفر بتاع الورد بريس عن طريق اللوجز، انا واخد بالي عارف ان او عن طريق السيت اب اللي احنا عاملينه انا عارف ان الورد بريس دوت حصل كالاتي او السيكونس حصل كالاتي. اول حاجه عن طريق الريكوست بتاعنا عن طريق البراوزر احنا عملنا لوكال هوست، فاللوكال هوست هو الفيزيكال نتورك. هو الفيزيكال نتورك، انا اول ما عملت هيت لوكال هوست فهو راح للفيزيكال نتورك، دور فين السوكت ده، لا السوكت ده مفتوح، عامل بورت فوروردنج على البريدج نتوركينج هنا اللي هو بورت 80 اللي هو الكونتينر بتاع الورد بريس. بدا هنا الاباتشي ويب سيرفر كونتينر يكسكيوت الكود اللي جواه، واكتشف ان هو محتاج يكونكت على دي بي هوست اسمه ماي سيكوال. عرفت منين؟ اهو من الانفايرمنت فاريبل ان انا وديته. تعالى نرجع للكوماند اللي احنا استخدمناه، هنلاقي ان ووردبريس دي بي هوست اسمه ماي سيكوال. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان بكل بساطه اليوزر ديفايند نتوركينج هنا دي عملت بروفايد لحاجه اسمها دي ان اس، قلناها من شويه دومين نيم سيرفيس. الدومين نيم سيرفيس فيها حاجه اسمها ماي سيكوال اللي هو الكونتينر نيم ده هو، وبتشاور على الاي بي ده اللي هو 10.0.0.3. تمام. فبالتالي الورد بريس عمل هيت، يعني احنا دلوقتي البورت ده 8080، اول ما انا عملت لوكال هوست دخل على الفيزيكال نتورك، لقى ال 8080 دخل على البريدج نتوركينج على البورت 80، فبعد كده راح ده سال اليوزر ديفايند نتورك اديني ريسولف الدومين اللي اسمه ماي سيكوال، راح رجع له الاي بي اللي هو 10.0.0.3. خلاص انا عارف انا هكلم مين، هكلم الكونتينر ده اللي عنده اللي الاي بي بتاعه 10.0.0.3 وعنده البورت اكسبوزد 3306.
بس ده بكل بساطة ستيب باي ستيب لكل اللي حصل من اول ما الريكوست بتاع لوكال هوست 8080 عمل هيت في البراوسر لحد ما الايزوليتد نتورك اللي احنا حاطينها جوه الدوكر انجن كلمت بعض وعملت سيرف لبعض. احنا هنا استفدنا حاجتين مش موجودين في الديفولت بريدج نتوركينج بتاعت الدوكر. الحاجة الاولى ان احنا رنينا في ايزوليشن تام. لو تاخدوا بالكو اليوزر نتورك اهي، اليوزر نتورك دي كلها ايزوليتد ملهاش علاقة ببقية الكونتينرز. يعني احنا لو عندنا كونتينر كمان هنا هو تمام، وليكن whatever حاجة جديدة مثلا جافا ابليكيشن، مثلا جافا ابليكيشن ملوش علاقة بالموضوع، مش هيقدر يشوف الكلام ده هوت، لان لو احنا مش حاطينه في اليوزر ديفايند نتورك اللي اسمها ووردبريس نتورك تمام، مش هيقدر يشوف النتورك دي، خلاص هو ايزوليتد في البريدج بتاعه تمام. دي اول ميزة. الميزة التانية اللي عندنا ان دومين نيم سيرفيس، ان احنا بقى عندنا دومين نيم سيرفيس اوت اوف ذا بوكس. الكونتينر الاول يقدر يشوف الكونتينر التاني بالاسم مش بالاي بي تمام. برضو في ميزة تالتة مهمة جدا، ان احنا نقدر نعمل اتاتش، ودي اتاتش للكونتينر، اتاتش للكونتينر في النتورك، ودي اتاتش الكونتينر من النتورك ايه اوت اوف ذا بوكس. على فكرة كل الانفورميشن دي موجودة في السلايد الجاية، فتعالى نراجعها. اول حاجة احنا قلناها اول ميزة الدي ان اس ريزوليوشن تمام. تاني ميزة اتكلمنا عليها الايزوليشن، بيتر ايزوليشن، قلنا النتورك دي مش هتقدر تشوف النتورك التانية سواء الديفولت او سواء الكرييتد. اتكلمنا على الميزة التالتة اللي هو ايه الاتاتش والدي اتاتش من اليوزر ديفايند نتورك. رابع حاجة ان كل يوزر ديفايند نتورك عاملة كونفيجرابل بريدج، انت بتتحكم فيه وبتتحكم في كل تفاصيله تمام. يعني انت ممكن يعني انت ما تقدرش ليك ليميتيشن في الديفولت بريدج بتاع الدوكر، ولكن اليوزر ديفايند نتورك هي بريدج زيها زي الديفولت بتاعت الدوكر، بس انت تقدر تعمل كونفيجريشن فيها اكتر من الديفولت بريدج نتوركينج تمام. واخر حاجة اللي هو ايه اللينكد كونتينر على الديفولت بريدج لازم يشيروا الانفيرومنت فاريبل. تعال نشرح دي بالتفصيل شوية. فاكرين المثال الاولاني خالص لما استخدمنا الديفولت بريدج ايه اللي حصل؟ لما استخدمنا الديفولت بريدج عشان نكونكت الماي سيكوال كلاينت بالماي سيكوال سيرفر، احنا اضطرينا نببلش البورت بتاع الماي سيكوال سيرفر، واستخدمنا الفيزيكال نتورك والماشين هوست نيم عشان نكونكت الماي سيكوال كلاينت بالماي سيكوال سيرفر. هو ده اللي مقصود بيها في النقطه دي، انك انت ان اللينكد كونتينر على الديفولت بريدج نتورك بيشيروا الانفايرمنت فاريبلز زي ايه مثلا؟ زي الماشين هوست نيم تمام، اللي احنا شيرناه عن طريق الكوماند هوست نيم تمام، وانفايرمنت فاريبلز ثانيه، وليكن مثلا الاي بي ادرس، لان انت خلاص انت دلوقتي بقت اوير بالفيزيكال اي دي ادرس بتاع الماشين تمام. احنا كده استعرضنا ازاي نلينك الكونتينرز مع بعض، او يكون عن ده اسم ليها. اسم تاني ان يكون عندنا مالتي كونتينر ابلكيشن، زي دلوقتي الوورد بريس عبارة عن تو كونتينرز، الاباتش ويب سيرفر اللي عليه الوورد بريس والماي سيكول سيرفر. وبرضو اتعلمنا ازاي نمانج النتورك. ممكن دلوقتي نجرب حاجة جديدة، او نجرب حاجتين كمان. الحاجة الاولى اللي احنا ممكن نجربها ان احنا نشيل كونتينر، ندي اتاتش كونتينر من النتورك تمام. هنعمل دوكر نتورك، وبعدين هتلاقوا هنا في كونكت كرييت ديسكونكت انسبكت، تعال نقول ار ام، وبعدين ار ام دي هتمسح النتورك. سوري احنا انا قصدي ديسكونكت، عشان اديسكونكت الكونتينر من النتورك. فلما اختار ديسكونكت لازم اختار النتورك، هختار الوورد بريس نتورك، وهختار الماي سيكوال سيرفر
تمام. طيب انا كده عملت disconnect، تعال نجرب حاجة، docker inspect سوري network inspect wordpress network، هنلاقي ان فعلا الكونتينر اتشال اللي هو الماي سيكوال سيرفر اتشال، وبالتالي لو احنا بدأنا هنا continue هيقول لك ايه error establishing database connection. تمام. ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن ريموف النتورك، احنا اوريدي اتعرفنا عليها، بس ممكن از كلين اب تريموف النتورك. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. اداني ايرور. ليه اداني ايرور؟ لان في اوريدي كونتينر موجود جوه النتورك دي، فما تقدرش تمسح النتورك وفي اوريدي كونتينر موجود فيها. تمام. يبقى احنا عشان نمسح النتورك دي لازم نعمل ايه؟ نعمل دوكر ستوب الووردبريس، وبعدين دوكر ار ام الووردبريس. تمام. وبعد كده دوكر دوكر نتورك ار ام اتمسحت. نتاكد ازاي؟ دوكر نتورك الاس النتورك اتمسحت. طيب اعتقد احنا كده حلقه النهارده انتهت. احنا عرفنا ازاي نباس انفايرمنت فاريبل للكونتينر، اتعرفنا على كل تقريبا الكوماندز بتاعت النتوركينج، اتعرفنا ازاي نعمل يوزر ديفايند نتورك، ازاي نلينك الكونتينرز جوه النتورك دي مع بعض عن طريق الكونتينر نيم او اللي هو بيترجم لهوست نيم. عرفنا ايه مميزات اليوزر ديفايند نتورك وشرحناه بالتفصيل، رنينا ابلكيشن مكون من اكتر من كونتينر. السيت اب بقى اللي عندنا فيه تشالنج واحد هيكون التشالنج بتاع الحلقه الجايه، هي الماي سيكوال سيرفر. لو احنا دلوقتي بصينا بصه سريعه، احنا عندنا دلوقتي الماي سيكوال سيرفر، افرض انا عملت تمام دوكر ستوب الماي سيكوال وعملنا له ريموف دوكر ار ام ماي سيكوال. تمام. طيب احنا كده مسحنا الماي سيكوال سيرفر بكل الداتا بتاعته، يبقى هنتعلم المره الجايه ازاي نتعامل مع الداتا في الكونتينر عن طريق استخدام حاجه اسمها الماونت اند بوينتس او الكونتينر داتا فوليومز. تابعونا وشكرا لكم. السلام عليكم.